لما المشاهد يعرف ان فلان الفلاني مثلا بياخد 10 مليون في السنه او 12 مليون في السنه ويطلع يتكلم عن يعني قد ايه الاسعار معقوله وقد ايه احنا نقتصد وان احنا مش لازم في العيد ناكل لحمه وان احنا في رمضان ناكل نص بطن، الحاجات دي بتاثر على يعني المصداقيه ولا اللي انا اخد فلوسي ده اجر استقطاع من وقتي كوم والرساله اللي بأديها دي كوم تاني؟ يعني انا زمان كان مذيع التلفزيون المصري بيتقاضى 131 جنيه و170 جنيه ويعني ما كانش ده العائد المادي ليهم، دلوقتي بنسمع عن ملايين وانا والله العظيم يعني بتظلم، يعني لما بيجي لي اي حد في البيت سباك او نجار او كهربائي يقول لي يا بيه انتوا بتاخدوا ملايين يا بيه يا بيه ما فلان بياخد 9 مليون، اقول لا انا مش منهم انا مش كده. ده بيأثر، انت خايف من حصل شكلك يعني ملايين بقى كوام 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 قوليه بقى ده بيأثر. بص لا هو شوف هقول لك حاجه، تعالى نفرق بين حاجتين، انا لسه بقول لك ايه بلاش ان احنا نعلق بعض الظواهر على الشماعة. اللي بياخد ملايين ده لان اللي بيديله ملايين عارف ان فلان بيحقق له عائد ما بيجي عليه مثلا اعلانات او وات ايفر، وده ذات الشيء بالنسبه لبعض النجوم اللي بياخدوا في المسلسل ممكن 30 و50 و60 مليون جنيه، ده شعب هو اللي بينجم وهو اللي بيدي ملايين، ده اول مقطع من الرد. الرد الثاني لا طبعا ده بيفقده مصداقيه، يعني هو مش ذنبه ان في حد عايز يديله الملايين دي، بصراحه هو يستحقهم لانه ده سعره في السوق. ما هو حتى الراقصه لها يعني في ايه في بورصه يعني لهم، لكن طبعا ده بيفقد المصداقيه. وعلى فكره حضرتك اكيد سمعت معايا لما بيطلعوا مثلا بالذات في رمضان النجوم بيقعدوا يعيطوا على الغلابه وعلى المرضى والمساكين وتبرع، اول حاجه ما تتبرعي انت، ما تتبرعي انت وكم شتيمه حلوه كده بعدها. نفس الشيء مش معقوله الاقي مثلا مذيعه لابسه لي سوليتير قد كده 10 ملايين وتقول الكلام ده الهراء ده، فده شيء مستفز. ولذلك انا شخصيا بوصي لسه قايلها من شويه بالذكاء، وانت طالعه وهتقولي البقين دول ليه بالخاتم داري الفص، لا لا البقين دول الحلوين دول اللي زيك البسي بسيط، البسي حاجات بسيطه، احنا عارفين ان انت معاكي لكن احتراما للمشاعر، يعني لا في حاجه اسمها مش ان الناس بتحسد، لا في حاجه ان الواحد يحس بالاخرين يبقى عنده شويه، فده برضو ذكاء ذكاء. طب كنت من شويه بتقولي محاور يعني ايه؟ اهو دي من ضمن ادوات المحاور كي يبقى كي يحترم يحفر اسمه في تاريخ الاعلام التلفزيوني. يعني ده بيتناقض لازم مع اللي بيحصل النهارده، مش لازم يعني النهارده بيتقال انا اعلى اجر اعلى اعلامي عربي، بتتفاخر المذيعه تقول انا باخد 800,000 في الشهر انا اعلى اعلاميه، بيقولوها وبيعلنوها. ده بيتناقض مع فكره ان انا ابقى عندي ذكاء وبين انا لا بسنة. هو ما انا بقول لحضرتك هي بالنسبه لهم للطائفه دي ومش كلهم، يعني في حد بياخد مبالغ كويسه لكن محاور محترم او محاوره محترمه، لكن النوعيه اللي حضرتك بتقول عليها دي معلش هي بتحط نفسها في سوق النخاسه، يعني هي عشان لو سابت القناه دي يبقى عارف القناه اللي هتشاور لها لا بصوا انا ده وزني، واخدين بالكم؟ فدي ما بيبقاش اصلا عندها مشكله انها تكون ذكيه او هتراعي الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي. طب واحنا بنتكلم النهارده برضه على السوشيال ميديا، للاسف الشديد بقى عندنا هواة التصوير، يعني انا بشوف لو احنا على المحور في حادثه الناس بتقف بدل ما تساند وتساعد لا هي بتصور الحريقه بتصور الحادثه، اي عيد ميلاد اي فرح اي حتى فستان عريان ملبوس في اي مناسبه تلاقي على طول ماسكين الموبايل وبنصوره. هل انت بتشوفي ده دي سرقة انت داخل في مكان مش من حقك تسرقني ولا دي حرية بقى؟ دي سرقة سرقة وسبحان الله من سنتين او ثلاث سنين كنت عند حضرتك وسألتني على مهرجان الجونة قلت لك رأيي وبكرره دي سرقة وصفاقة، واذا كانوا بنقول شعب متدين بطبعه لا انت كده مش شعب متدين بطبعك، انت دخلت بيت في حفله دخلت شفت عيد ميلاد فرح وات ايفر والله مش عاجبك الجو ده ما تروحوش،
بس ما صورش وشير. لا لكن انا عايز بقى برضو خلينا نتكلم برضو بشكل واقعي، لازم نبقى عارفين كلنا، مش انت بتسمع زي حكايات والله احنا بعد كده لازم نتعايش مع الفيروس كوفيد 19 صح على طول يعني حتى بره احنا لازم نتعايش ان هو ده واقع بره وجوه وفي العالم كله، الكاميرا بتاعت الموبايل بتصور كل شيء واي شيء، اللي عنده مشكله وقلق احترم نفسك من الاول لانه هتتجاب.